مرحبا بكم، مرحبا بكل المتفرجين. تفرجوا على علاش باحث في بر الأمان البحوث والإعلام. معنا فيروز يوسفي من المغرب. مرحبا فيروز. شكرا محمد، مرحبا بكم، يعني متشرفة أني أنا معكم اليوم، وشكرا يعني على استضافتي في هذه المساحات اللي كتساعد لتبسيط البحث والأبحاث يعني للناس، فشكرا على الاستضافة. شكرا لك على قبول الدعوة. وكيف ما قلت وتفضلت قلت أنه الفكرة من علاش باحث أنه نتعرف على باحثين وباحثات وعلى البحث متاعهم، كيفاش وصلوا الموضوع اللي هما يخدموا عليه، علاش هما باحثين في المجال هذايا، شنو الشيء اللي فاجئهم، وكيفاش البحث متاعهم ينجم يأثر. الاهتمام متاعك فيروز بدي أنت حاليا، خلينا نقول وين موجودة حاليا، يعني حاليا موجودة في المغرب، ولكن أنت طالبة في جامعة غانت في بلجيكا، طالبة في تحضر في رئيسة الدكتوراه متاعك، والبحث متاعك متعلق بالعاملات الزراعية في المغرب أو عموما في الجهة في المغرب خصيصا. المغرب خصيصا، لو كنت تزيد تحكينا عن الموضوع متاعك، شنو عنوان، ممكن إذا كان ثم عنوان حاليا نعرف اللي هو يقعد عنوان وقتي إلى أن تصدر الرسالة وتتكتب وتتنشر وتتبعث، ولكن حاليا شنو العنوان متاعك وفي أي عام أنت من البحث متاعك؟ أنا اليوم في هذه السنة في سنة الثالثة ديال البي اتش دي، أنا طالبة باحثة في جامعة غنت وعضوة في ريسيرش كلاستر اللي اسمه MENARG، يعني ميدل إيست أند نورث أفريكان جروب. العنوان ديال البحث ديالي سي Our Voices Will Be Heard Farmworkers Struggle for Farmworkers Mobilization in Southern Morocco. فالبحث ديالي يعني متعلق على وضعية يعني المسألة ديال العاملات الزراعيات، ويعني كيفاش كينظموا نفسهم وكيدافعوا على الحقوق ديالهم او كيتموبيليزاو يعني باش يغيروا الوضعية ديال الشغل ديالهم. يعني فكنشتغل يعني البحث ديالي متركز في منطقة ديال سوس مسا في جنوب المغرب، اللي هي منطقة معروفة بالتصدير ديال المنتوجات الزراعية. كتصدر يعني هي المنطقة اللي كتنتج تقريبا 60% حتى 70% من اللي يصدر يعني للعالم، وخصوصا أوروبا وإنجلترا. دابا منطقة معروفة بالزراعات الصناعية، فيها شركات أجنبية وشركات مغربية اللي مختصة بما يسمى بلي فالور لي برودوي اوت فالور اجوتي، يعني المنتوجات ذوي القيمة المضافة العالية، المضافة بالضبط. اكزاكتومون، ديزولي. على راحتك راهو ما ثم حتى فالمنطقة هي معروفة يعني بلا برودكسيون ديال لي زاغروم ديال لي طومات، دونك وهي اصلا المنطقة يعني معروفة بانستريس هيدريك، فانستريس هيدريك اون ديبوسيسيون دو، يعني ا كوز دو لا دو لانتنسيفيتي او فيت دو لاغريكولتور. دوكو وصلنا في اون كاين مشكل ديال الماء، يعني كاين مشكل ولات عندها مشكل كبير ديال الماء. وهي كمان منطقة يعني معروفة باول منطقة اللي عندها تقريبا يعني ما يقارب تقريبا 200 ألف عامل وعاملة اللي كيخدموا في الزراعة، يعني فمنهم اللي موسميين ومنهم اللي يعني كمان موسميين ولكن يعني كيخدموا مع نفس الشركة أو مع نفس لاغرو بيزنس، يا يعني إما في لي ستاسيون دو كونديسيونمون يعني في محطات التلفيف أو في أو أو في أو في سميتو في المزارع. فيعني فأنا في البحث ديالي كنحاول نفهم، وهي منطقة اللي كتعرف أوسي يعني موبيليزاسيون مهمة ديال العاملات والعمال الزراعيين، يعني فيا داخل النقابات يا خارج النقابات، باش تحسين أوضاعهم يعني ديال التشغيل وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. فانا في البحث ديالي يعني كنحاول أن نبين هاد لي موبيليزاسيون كي سو ان بو انفيزيبيليزي، et nous essayons un peu ce qu'on peut appeler les trajectoires de résistance et comment le développement يعني ديال الزراعة الرأسمالية ديال ou le capitalisme agraire si on peut l'appeler comme ça impacte et change en fait la manière des ouvrières de se mobiliser, comment elles se mobilisent.
شيق جدا فيروز. أما عندي سؤال، أنت إذا كان مانيش غلط من دار بيضاء؟ أنا من دار بيضاء. كيفاش لقيت روحك في الميدان هذايا؟ شنو هي الحاجة اللي خليتك تهتم بالموضوع هذايا وبالمنطقة هذه بالذات؟ يعني صراحة يعني أنا من شحال يعني اللي خلاني نهتم يعني بهذه القضية ديال العاملات الزراعيات، هي كانت واحد الحادثة في هولفا اللي كنظن يعني كل شيء كان تبعها، ديال عاملات مغربيات كيشتغلوا في الحقول ديال البلوبيريز all of the berries، يعني في يعني الفراولة والتوت في إسبانيا، واللي في 2000 إلى ما خف يعني إلى ذاكرتي بقى قوية، يعني في 2017 كان حوادث ديال الاغتصاب والتحرش اللي تعرضوا لهم مغربيات اللي كيشتغلوا في هذه الحقول. فكان عندنا يعني كان واحد تغطية، كانت كنظن بأن فايس هي اللي خرجت المقال، هي اللي خرجت يعني البحث، وكانوا كيهضروا يعني على كيفاش العاملات الزراعيات كيتعرضوا للتحرش والاغتصاب من المانجرز ديالهم أو من صاحب يعني صاحب الضيعات. وهذه بيان سور تبعتها يعني واحد لوبينيون بوبليك، يعني التغطيه الصحفيه باردون ديال بزاف ديال يعني الصحف في المغرب، وصار واحد الاهتمام يعني في المجتمع المدني المغربي. مني صار لهذا الاهتمام انا بديت كنف يعني انا كنت ديجا في الماستر ديالي خدمت يعني على لا كيسيون اغريكول ولا كيسيون اغرير، اي دونك كنت خدم كنت سورتو كنت سورتو مهتمه يعني بوضعيه ديال يعني لا الديفلوبمون ديال الكابيتاليزم اغرير او ديتريمون ديال لا بيزانري. وكنت حتى خدمت يعني كان عندي خدمت في تونس، يعني درت بحث ميداني في تونس في جمنا مع 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 واحد المجموعه باحثه ديال ليلى ووسيم في التنسيقيه المغاربيه للغذائيه جوبونس السيده الغذائيه. نعم اي ليلى رياحي ووسيم نسيت لقب ماهوش باش يلومني تو نحط الرابط نتاع تو نحط الرابط نتاع الشبكه هذيا في ابسوليمون ولو رابور اللي تكتب على اللي داروا يعني داروا يعني ان ترافاي تري امبورطون يعني في لا كيسيون ديال لا سوفرينتي اليمونتير في افريك دو نور. فمن ثم يعني بديت كان بدا كيكون عندي اهتمام لهذه القضايا، ومني شفت يعني هذه التغطيه اللي كانت على العاملات في اسبانيا يعني دفعتني انني نهتم شويه بالعاملات في المغرب، وخصوصا ان المغرب يعني معروف بالقطاع الفلاحي هو اول مشغل يعني اقتصاد اللي يوفر يعني فرص شغل في المغرب. جو كرو اوتور ميم دو 40% ديال اليد العامله في المغرب كتشتغل في الفلاحه. هو سي ان باي كي نو سولمون بورفايور دو مان دوفر في المغرب، ولاني كمان كيصدر يعني اليد العامله لاسبانيا، فخلاتني يعني كاع هاد المسائل خلاوني نهتم شويه بالقضيه ديال العاملات الزراعيات. وعلاش سوس ما سوا علاش بيغرا بور دو ريزون، ان باسكو سي اون ريزون سي اون ريجيون كيما قلت اللي كتنتج 60% ديال لا برودكسيون كلها ليكسبور، و لا ريجيون الثانيه سي كو اوسي سي اون ريجيون ديال يعني سي لا ريجيون دو ما مير فا سي ما ريجيون دونك سيتي زعما انا بور مو اوسي سيتي انتريسون دو نرجع يعني لا ريجيون ديال جده وماما وتما نشوف يعني شنو تغير في هاد السنوات من أواخر التسعينات لدابا، شنو هو التغير اللي وقع في المنطقة، وشنو يعني وشوفتو بزاف ديال لي زوفريير اي لي زوفريير كيجيو من مناطق أخرى، يعني فكاينة هجرة لمنطقة بيوغرا باش يخدموا في الفلاحة، فنشوف كيفاش هادشي أثر يعني على لاندسكيب يعني ديال بيوغرا ديال سوس مثلا. هل البحث الميداني اللي قمت به شنو هو حاجة فاجأتك اللي ما كنتش تنتظر فيها في حوار أو في أو طرفة أو حاجة اللي تعكس نجم تفاجأ حتى المتفرجين؟ يعني أول مرة مشيت أنا كان تذكر يعني أول مرة مشيت المنطقة يعني هما كاينين هي كنسميوها منطقة سوس ماسا، ولكن فيها يعني مدن فيها يعني هما ماشي مدن هما سيدي c'est des villages mais c'est des villages كبار يعني فيهم 50,000 60,000 يعني ساكنة ديالتهم ساكنة ديالتهم 50,000 و 60,000. فالخميس أي تعميره في بيوغرا مني مشيت تما يعني في مناطق اللي فيها الضيعات تفاجأت بالكمية ديال الاعتصامات اللي كاينين في المنطقة اللي كي سون كومبليتمون انفيزيبيليزا يعني في الميديا. يعني أنا اللي متبع يعني كنتبع بزاف يعني الساحة السياسية في المغرب يعني
تقدر يعني في ما كيكون شي حراك كنكون يعني متبعاه. ف وما عمرني سمعت يعني ما سمعتش على شنو وقع في سوس مسا وشنو وقع في منطقة بيوغرا والخميس أي تعميرة وكلها يعني والقليعة وكل هاي كاع هاد المناطق. فتفاجأت يعني يعني كيفاش العمال والعاملات يعني يسو موبيليز ونورغانيزون يعني اعتصامات باش كيسدو يعني لي بورت ديال لي ستاسيون دو كونديسيونمون باش ما يخليوش يعني السلعة تطلع من الشركة ولا تدخل يعني وكيحاولوا يعني يضغطوا يعني على 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 المشغلين ديالهم باش يلبيو لهم الطلبات ديالهم يعني طلبات العمالية. فكان يعني هذا بالنسبة لي كان شيء مفاجئ لأن يعني يعني كتشوف يعني أهمية ديال هاد التحركات يعني الاجتماعية وكيفاش هو ميمتون زعما بنفس الوقت انفيزيبيليزيا تماما في الساحة عندنا. فدفعني أنني نطرق يعني نبحث أكثر يعني على علاش يعني بوركوا. لهنا رغم اللي أنت جاوبت بطريقة ما على السؤال اللي نتاع التأثير على خاطر في حد ذاته أنك أنت انه هالتحركات والتأقلم بتاع التحركات الاجتماعيه مع التطور اللي بخاتيك الرأسمالية هو في حد ذاته تاثير او عنده امباكت كبير على خاطر كيف ما قلت انت تنقص الانفيزيبيليزاسيون التعتيم. كيف شنو هي انت من منطلق نتاعك ومن منظور نتاعك شنو اللي تشوفه ك امباكت ولا تاثير ولا تفاعل ما بين الخدمة اللي أنت تعمل فيها وال كسوسوا التيران تاعك ولا حتى المجتمع عموما؟ هو سي سي كيسيون تري امبورطون. شكرا محمد. يعني هو يعني في بزاف ديال لي كيسيون اللي كاينين عندنا في المغرب ماشي غير على قضيه ديال لي زوفري اغريكول مي كاينين بزاف ديال لي تيماتيك دو ريشيرش اللي باقيين زعما كنسميوهم دي تيران فيد اللي كي سون با بوكو ايتوديي. مثلا في المغرب كاينه باحثه سميتها زهور بوزيدي اللي حتى هي كتشتغل على قضيه ديال العاملات الزراعيات. هي البحث ديالها مختص في الحاجب. كاين باحث اخر سميتو استاذ محمد بوشلخال اللي حتى هو كيهتم يعني بالكابيتاليزم اغرير. بدا مؤخرا كيهتم يعني بالقضيه ديال اليد العامله الزراعيه ولا كيسيون اوفريير لا كيسيون اوفريير في المغرب. ولكن يعني باقي البحث باقي قليل يعني. فهذا اولا الشيء اللي كان يعني كنتمنى انني نديه هي ديجا لا برودكسيون دو ريشيرش لان سي يعني الانتاج المعرفي حول قضيه العاملات الزراعيه باش نعرفوا شنو هما الوضعيه اللي كيشتغلوا فيها شنو هما اللي كيفاش الحقوق ديالهم تنتهك الهشاشه ديال هذا القطاع. يعني خصوصا حنايا في سوس مسا يعني شي غير في المغرب في تونس نفس الشيء. يعني القطاع الفلاحي معروف بهشاشه كبيره. الناس اللي كيشتغلوا يعني كعاملات كيكونوا معروفين بان يعني كيشتغلوا ساعات اكثر في دي كونديسيون يعني قاسيه. مثلا في المغرب باقي عندنا الفرق ما بين لو سميغ اللي هو لو سالير مينيموم يعني في السيكتور اندستريال ولو سماغ اللي هو في القطاع الفلاحي اللي باقي يعني باقي فرق. دابا دخلوا ما يسمون بالوسطاء يعني في التشغيل اللي ما كي 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 كيحيد العلاقه اللي بين المشغل والعامل. فكتولي انت كتتعاطى يعني مع واحد هاد شركة أخرى وسيطة. فحتى يعني لمن كتطالب يعني بالحقوق ديالك واش المشغل واش المزارع يعني الرأسمالي ولا الشركة اللي كتشغلك. يعني حتى قضية ديال التنظيم يعني النقابي ولا السياسي ولا يعني في وسط العمل كتخلق مشاكل. فيعني كنحاولوا وكنحاول يعني كنتمنى بان من خلصت الدكتوراه نكون يعني اولا كري ان بو موبيليزي ان بو لوبينيون بوبليك ديال ديجا لي انفراكسيون اللي كاينين في السيكتور اغريكول. لان كاينين بزاف ديال العاملات اللي والعمال اللي ما كيتخلصوش ليهم الحقوق ديالهم يعني لي كونتريبيوشن سوسيال اللي كيترفضوا من العمل بلا ما
كيكون عندهم من غير اي زعما ما كيسموا يعطيهم دي الحق ديالهم اللي كيترفضوا لانهم عضو يعني كي يعني كيحيدوه من العمل انهم عضو في النقابات دوكو اي سون بوني لان كيدافعوا على حقهم مع النقابه اكس ولا النقابه اي غير. فالهدف يعني ان نحاولوا نكري يعني نموبيليزيو ان بو لي كو ساسوا لي زورغانيزاسيون دو دووا د لوم ولا يعني الحركات باش تهتم شويه بهذا القطاع وتشوف كيفاش يعني كيفاش نقدروا يعني يعني غامني هاد لا كيسيون ان ديبا ناسيونال سورتو كو في المغرب يعني معروف يعني بالتصدير الفلاحي كاع يعني القوانين والسياسات اللي كتمر يعني على السياسات الزراعيه واغريكول كيحفزوا يعني على الاستثمار الاجنبي على لا كرياسيون دو لومبلوا ولي نيو زعما كل تيب دومبلوا دونك كل كونديسيون دونك سا سري انتريسون جوستمون دو برودوير يعني انتاج يعني معرفه على هذا الواقع باش عرفوا تاي بغيتي بور اكسبورتي ولا بور كري دو لومبلوا ها الواقع كي كاين يعني عارف واش جاوبت على السؤال. هو إجابة بالعكس في الصميم على السؤال على خاطر هذا ممكن سؤال اللي ديما نسألوه مع الباحثين والباحثات وفي بعض الأحيان ثم هالمسائلة السؤال متاع هل البحث يجب يكون عنده تأثير وإلا لا هل هو فقط يعني بحث للبحث او متفاعل ومنغرس في المحيط نتاعو وانت هذه التجربه نتاعك وحسب حكيتنا كيفاش وصلت للبحث على الموضوع هذا فيه يعني التزام او في حاجه اللي تمسك شخصيا وبطبيعه الحال ما نجمش انا كتونسي الموضوع اللي انت تطرق له موضوع مهم برشا وعنده صدى نتاعو في تونس بالنسبه للاجر الادنى الفلاحي والصناعي والمختلف في تونس زادة وبالنسبة لظروف العمل متاع العاملات الزراعيات اللي للأسف ما زالوا يتوفوا في طريقهم للعمل يعني اللي هو شيء ما وراء العقل يعني واو نحس أن الحوار هذا ينجم يدوم أطول برشا ولكن ما هو إلا خطوة أولى باش نشاركوا الروابط متاع العمل متاعك والمقالات اللي كتبتهم سواء مقالات مفتوحة للعموم أو مقالات أكاديمية. مرة أخرى فيروز يوسفي نحب نعود نشكرك أنت باحثة في جامعة غانت وفي بلجيكا وحاورتنا من المغرب ومحليه الريل بلان تاعك بالصناعات التقليدية المغربية. شكرا. إلى اللقاء. شكرا إلى اللقاء.